نعم. بسم الشيخ بارك الله فيك، اليوم 13 من أيام التشريق الذي هو آخر يوم من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق. 13 أي من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق أنت قلت. نعم. غلط، أيام التشريق ما تزيد على 3. الثالث شيء. الثالث من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة. 13 من ذي الحجة شيء. نعم. الذي هو آخر يوم من أيام التضحية. نعم. متى تنتهي وقت الأضحية شيء؟ إيش؟ متى تنتهي وقت الأضحية ذبح الأضحية؟ إذا غابت الشمس. غياب الشمس الرابعة. نعم. يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم.